صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم دخول المسجد وفيه بدعة قراءة القرآن جماعة بصوت واحد؟ فهل ننتظر حتى تقام الصلاة وندخل، أم ندخل والبدعة قائمة؟ لا، ما هذه بدعة وصفية، ما هي بدعة أساسية. قراءة القرآن عبادة وسنة، وأما كونه بصوت واحد هذه بدعة إضافية يسمونها، بدعة إضافية. فبإمكانك أنك تدخل وتصلي، وبعد الصلاة تنبههم على هذا بينك وبينهم.